السلام عليكم مشاهدي متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو نقدم لكم طريقه تحضير ديال الكوكيز بالطحين ديال الزرع. كيجي صراحه رائع وزوين وكيعجب الوليدات الصغار، وصراحه انا هذا معتمد عندي، كنديرو دائما وكيجي زوين بزاف. في المقادير كنحتاجو عندنا هنايا 4 الكيسان ديال العنبه ديال الزرع، الدقيق ديال الزرع الكامل، و 3 الكيسان ديال الدقيق ديال الفرصة، هما درتهم هنا بجوج. وعندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، وعندي 2 بيضات، وعندي كذلك كاس ديال السنيده ديال العنبه، يعني دائما بكاس ديال العنبه، وكاس ديال الزيت. وعندي هنا 2 خمارات حمرين كما كتشوفوا. وهنا عندي الشوكولاط ديال الكوكيز، هنا 100 غرام، 100 غرام ديال الشوكولاط ديال الكوكيز. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو، وخليكم معايا باش نشوفو طريقة التحضير ديالو. كما كتشوفو في اناء كنجيبو الزبدة والسنيدة والزيت والبيض، هما الاولين كنخلطوهم، وكنخلطوهم مزيان. عاد كنديرو النواشف اللي هما الطحين والجوج خمارات اللي قلت لكم. في هذه المرحله هذه نحاولوا نخلطوا مزيان المكونات ديالنا باش ينسجموا مع بعضياتهم، وخصوصا الزبده. والزبده حاولوا ما امكن تكون الحراره ديالها حراره ديال المطبخ، يعني ما تكونش بارده، باش تخدم لكم مزيان وتنسجم مع الخليط. هنا بعد ما خدمت الخليط ديالي مزيان كما كتشوفوا، بان خلطت هنايا كاع النواشف اللي هو الطحين ديال الزرع والفرص وجوج خمارات. دابا غادي نبقى نزيدهم بالتدريج. المهم كما كتشوفوا هذا هو العجين ديالي بعد ما خلطت معاه الطحين، يعني هذا هو القوام ديالو اللي تيكون. ودابا كيبقى لينا نديرو كوكيز، يعني حتى كنخلطوا الخليط ديالنا كامل عاد كنديرو الشوكولاط ديالنا ديال الكوكيز. هنايا من بعد ما سالينا الخليط كامل وجمعناه، هنا دابا كنشكلوا فيه كويرات، وكويرات يكونوا كاملين متساويين. ومن بعد غادي ندير فيهم على شكل عصيات، يعني نحرب لهم على شكل عصيات. وهنا ملي تكونوا كتحرب لهم ضروري كديروا شويه ديال الطحين ديال الزرع الكامل، يعني بالنخاله ديالو، كتحرب لهم وفي نفس الوقت كديروا الطحين. انا بعد ما ساليت الكويرات ديالي كاملين كما كتشوفوهم هادو، دابا غادي نغطيهم بهذا السلوفان هذا، وغادي ندخلهم للمجمد.
غادي ندخلهم للفريغو، يعني غادي نديرهم في المجمد باش يجمدوا لي. يعني هاد الطريقه التحضير ديال هاد الكوكيز دايره بحال طريقه التحضير ديال الفقاس، يعني كما كنديروا الفقاس كنحربلوهم بعد تنخليوه حتى كنقطعوه. المهم غير هذا كيدار في الفريغو كما كتشوفوا معايا دابا. ها هما بعد ما درتهم في الفريغو وجمدوا لي واحد شويه، انا راه شويه زربت عليهم ما خليتهمش يبردوا بزاف، ثم خليوهم يبردوا اكثر لان ملي كنت كنقطعهم بداو شويه كيتفرتتوا ليا، ولكن الا خليتوهم اكثر في الثلاجه باش يشدوا راسهم مزيان ما غاديش يتفرتتوا لكم، انا شويه حيتهم قبل. المهم كما كتشوفوا الا كاع تفرتتوا لكم راه كتقادوهم بيديكم كما كتشوفوا، وكنستمر بحال هكا حتى كنقطع الكوكيز ديالي كامل. المهم دابا غادي ندخل الكوكيز ديالي للفران، وانتم غتشوفوا معايا ملي غادي يبدا يطيب، حيت الحجم اللي درت انا راه شويه صغير، من كيطيب راه كيتزاد كما كتشوفوا معايا دابا في الفران، هما راه كيتزاد الحجم ديالهم ما تيبقاوش صغار، يعني نتوما ديروا غير هذاك الحجم بالنسبه اللي بغى لهذا الحجم صغير، اللي بغى اكثر يزيد يكبر الحرابل. وكما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الكوكيز من بعد ما كيطيب لينا، كيجي كما كتشوفوا بحال هكا. صراحه انا كنصحكم انكم تجربوه، وخصوصا دابا حنا دابا في الديور وكاين وليداتنا معنا، فصايبوا عطيو لوليداتكم عفوا، وراه غيعجبهم بزاف بزاف، وخصوصا انهم صايب الطحين ديال الزرع، يعني شي حاجه اللي هي صحيه، راه كيجي زوين حتى في المذاق ودغيا كيدوب في الفم. ونتمنى ان شاء الله تجربوه، ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا ليا جيم وتشاركوا بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه اول مره، وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد. ومن هنا تنقول لكم السلام عليكم، حتى نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد مره اخرى. السلام عليكم.